السلام عليكم ورحمة الله. اوكي زي ما شوفي شباب، حاليا دخلت اونلاين شوفوا بيسي كان راح يطيح دي كاي. سبحان الله الحظ الاول، والله لو تاخرت نص ساعة تاخرت كان راح يطيح دي كاي. شوف شوف الكلاب كسروا كل شيء ايش هذا؟ امين من هذا؟ والله لو تاخرت كان راح يطيح البيس. كويس اني دخلت، راح ضروري اجيب افرم اول شيء. ما عندي اسلحه، ما ليش فقير انا اصنع ام بيك. فرم يا نو كيف هيد شوت ما مات؟ وين هرب اصلا النوب هذا؟ اوكي عندي جيران جدد انا. اي ويل ريد يو جدد. ايش هم هذا السيرفر؟ شو يطلعوا ناس كريهين؟ وهذا من النوبس حقين امس. شو طوروا بيسهم؟ ها اديكس قال لكم يريدهم. اريد ال مكمبر مكمبر. ليش مكمبر؟ اي دونت نو. رجع كمبر لي. وش ما يدرون ان التي سي كلها في امان في ال هذا. حاليا نصنع لها دي بي ولا عسى كذا هم يبوها. واي وات ديد اي دو تو يو؟ وير ار يو فروم مان؟ اي ام فروم ايرث. ام غانا ريبير ماي وول دونت وري. يا يا ام نوت غانا ليت يو. وير ار يو فروم مان؟ المفروض اللي بيجمع كومبوننتس يروح لابس، لكن انا انسان غريب. هذا فرم في الطريق، انسان غريب يفرم في الطريق. او ماي جاد اوكي اتس تايم تو ران. هذا بس صح؟ سيف زون على طول. سيف زون وصلنا على تومي. 6 ساتشلز كومبوننتس. عظم. نايس. هو غبي باقي بابين على التي سي، ما ادري ليش جايب معاها 6 ساتشلز، المفروض معاه 8. اوكي وش رايكم حاليا نطلع بالتومي؟ ادري شيء غبي، لكن والله يا اخي ما ابي اسوي له ديبو الصراحه. يعني على الاغلب هو رجع سيل. كانت التي سي موجوده انا ما شفتها ولا اتخيل. كيف سيل بهذه السرعه؟ البرميل هذا ابيه. كيف حصلنا سامي؟ هو برميل. شفتوا كويس اني طلعت بسلاح، لانه لو ما طلعت بسلاح كنت راح اموت. جي بي ما راح كنت اسوي شيء اي شيء، فلازم اطلع افرم ارجع مره ثانيه اجيب بيككس وارجع. قاعد يريز، ما ادري هاجه ليش مصمم يريده. واضح انه زعلان، مصمر انه يريده. ليش؟ اي دونت نو. انا ايش همي؟ انا همي اخذ متفجرات واهرب. ولا هو عند التي سي؟ ياب هو نفسه اللي يريد. كيف الداخل؟ كيف يدخل؟ وهذا كيف حط الباب عند التي سي؟ ستوب. انا اللي راح اندعس المشكلة. راح اجيب متفجرات واكسر الباب هذا، ايش رايكم؟ عملية انتحارية. وراح اموت وراح اخسر الساتشز، لك راح احاول. اللي هو كسر الابواب حاليا، اوكي؟ راح اكسر الباب اللي بناه، فهمتوا صح؟
حتى لو كسر كل شيء على التي سي ادخل انا ولا ادعسه. محاولة صعبة، محاولة على الاغلب راح تفشل لكن المحاولة. قاعد ما وصلت لريد ان شاء الله. الساتشلز ينضربوا على طول ان شاء الله. الساتشلز ما يسوي داد. ما يدري ان هذه ساتشلات المسكين. بليز فجروا بسرعة، فجروا بسرعة. اوكي اخر ساتشل، هاها. عدوا عدوا كم ثانية حاليا، راح ياخذ وقت، راح يجهز نفسه، يضرب ابرة، ياخذ سلاح، يسيل، راح يسيل، راح يسيل. والساتشلز لساته كذا. يب 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 يب. كمل كمل كمل، ليش مستعجل؟ كمل يا ساتشل. السلام عليكم. جي 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 جي. شفت السرعة يا شباب، السرعة تنقد ترى. كنت راح اموت انا، هيلث 22 كان. هذا الشخص لو لقى بيسي، انا بيسي جي جي، راح يحقد عليه كثير. بس هو ساعات انا فنشت الريد. بس هو كيف عنده الدي سي اصلا حتى يسيل؟ I don't know man. قال لي فرم 6000 وفنش البيس، اكملها اقصد، اكمل المزرعة من حلقة تانية، ابدأ في المزرعة وكذا. شي حلو كله عشان هذا الكاونتر ريد الاسطوري. لا ما بي كاونتر، ابي فرام. يغصبوني اروح في كاونتر يا اخي، ما ابي ادعسكم. يضرب فيه بكس سايلنسر. خمسة طلقات تومي ما مات. كي هذا حتى جراندايز ريموت 15. هو نفس الشخص، هو نفس الشخص اللي ذبحني. لا مو نفس الشخص. كيف كان في شخص انا قاعد يريد؟ والله لا اسحب عليكم، اروح اكمل لي تفريم يا اخي. ما ادري هم مع بعض ولا ضد بعض. هازمت دير دير، هازمت هازمت. أو. أو, او 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 اوكي هنا بدنا دي بي دي بي دي بي دي بي دي بي دي بي او شات جن بليز. لا في لا دي بي لا شاتجن. شو رايكم اهرب باللحم؟ صارخ اللحم ايديكس، اسوي ديبو ويمكن راح ارجع بسلاح، اجرب حظي مرة ثانية. كيف ما يموت هذا؟ لا 100 طلقة. واو واو 100 طلقة. طق 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 وما مات. كأنه انفالد اصلا من الرصاص، ما ادري ولا هو عنده فول هيفي. شخص قاعد يريد، ما ادري الناس كلها ليش تريد.
Oh wow. نوب والله حرام اموت من هذا النوب. هولي شيت دمجني. وات هذا سسبشز ليك، كيف يشوف من بعيد ويطرب طق طق طق؟ وانا ليش ذبحت صاحب السيمي ما دريت بصاحب ليك؟ بس كويس اني سيلت. سيلت الريد كل ما صاحب السيمي الخايس بيس غريب رجع على طول ضايقني، ما قدرت اهرب باللود. انا راح اهرب من هذا المكان الخايس قبل ما يجي هذاك انه بيكمل يريد على هذا البيس. اوكي خسرنا الكستم لكن هربنا ب ستون اللي هو اهم شيء حتى اكمل المزرعة. انا حاليا اقدر اكمل المزرعة الصراحة، راح الحق راح اركز حاليا بالمزرعة، ما راح اروح لا ريد لا كاونتر لا اي شيء. او ماي جاد يبي 2 تاربس الواحد. اي 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 حطيت ام الاثنين هذا. شوف 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 الغباء، شوف 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 الغباء. في مساحة صغيرة بالضبط، هذا من الاثنين احرف اسوأ من بعض. كيف سويت امهم كذا؟ اي الله، على الاقل نشوف يتلوتوا من برا ولا لا. اوكي اوكي ما يتلوت، الشكل خايس الترتيب خايس لكن ما يتلوت عادي. الحياة تجارب كذا، تتعلم من التجارب حقك. لا اقدر احط البامب هنا ليش؟ اوكي انا عدمت البيس، انا عدمت البيس بهذه. سكي هو بيس في النهاية، بس ليش هذه ما تنحط في الداخل؟ اوكي علي راح نشغل بامب. اي ليش ما تشتغل؟ بدي تشتغل علينا. هذه نشفة الماي ما مالح، وراح اجيب الماي المالح الى هذا المكان حتى تحول الماي المالح الى ماي صالح للشرب والزراعة. تصفي الماي. اوكي كم تحتاج هذه؟ 5 برضو. كهرباء شيء معقد يا اخي. 5 مرة ثانية راح تفضل 8 صح؟ 90 يبي بالضبط. هي مو معقد لكن تبي تجربة فهمتوا حتى تفهمها، تفهم الكهرباء. اوكي الخمسة هذه تبي 5 بس كهرباء. اوكي هذه تشتغل. راح انقل الماي حاليا من المضخة الى هذا المجمع. كويس ان جماعة حديد من ريد، لان يا اخي الكهرباء هذه اشياء كثير تبي كهرباء، تبي كهرباء وتبي حديد. حاليا صرفت 2000 حديد اتوقع وانا اصنع اغراض حق هذه. اوكي انا راح اروح صلاة الجمعة حاليا، اليوم جمعة لان اللي ما يدري جدولي كذا في التنزيل، فيوم الجمعة راح اروح افك كم ساعة وراح بعدين راح اكمل المزرعة. فيا شباب لو عجبكم مقطع، ايش عجبكم مقطع؟ انتوا حاليا توقع في نصف المقطع، بس شنو من اللايك يا شباب لان هذا راح يدعمني ويدعم القناة. وبرضه شكرا لدعمكم الجميل في المقاطع الاخيرة، وصلت لمليون مشترك الحمد لله. طبعا جاني درع اليوتيوب حق المليون، ووصلت اشتريت فيلا واشتريت لامبورجيني. حاليا زي ما تشوفوا الوضع الحالي، المزرعة كل شيء تمام الحمد لله. راح ابدا في صنع الشاي، انواع شاي كثير، وبرضه راح اسوي الطابق بعدين اللي هو هنا في الطابق الثاني. راح اسوي مزرعة الكلوث وبعدها مزرعة مدري وش. يا اخي ما لساته ما سووا فيكس لهذا الجليتش، مو جليتش هو حق جماعة السفينة، يقدرون يحطون لوتهم في السفينة ويقسمنوا في السيف زون، يعني ما يصير اي شيء للوتهم، مستحيل يتفجر. ادري ان السيارات لو سويتها في سيارة فات بس راح تطيح ديكاي، بس هذه السفينة ما تطيح ما تتدمج، كأنها جليتش يا اخي. على لا راح يسوي له فيكس لكن مو فاضيين به يمكن، لانه والله او بي. لا بيسهم تريد، لا بيسهم تريد يا اخي. المهم بيسهم تريد احسن. سمعت انا دي بي، اتوقع مكمبر هنا في جاز ستيشن. هذه جاز ستيشن هذه صارت
كم برا اكس خمسة. هناك في شخص ابوش. لا لو عندي دي بي يا شباب ترى انا ميت. الثاني حق الكروس بنو دي. من الخوف انا اصلا قمزت. مجن هذا. برو يو ثينك يو كان كيل مي ويز ذات ستوبيد بو. ويل يو رونج. ايش كاتب هذا؟ كتب روسي احسن. راح اروح بس اشتري ريفاينري. او بدا التخفيضات الا على ام الريفاينري. ما في في دبل دبل مو تخفيض دبل. فاينري وجاك هامر. اي سكامر حرامي. هذا لا اسوي ريفاينري هناك ما راح اشتري. اصلا انا اقدر اصنع ريفاينري فليش اشتري. اوكي راح افك هنا. انتوا راح ما راح تشوفون تفيك راح تشوفون قصقصة. انا راح افك هنا لين اصهر كل اللي هذا اللي هو الف وكم لوغريت. ولا بيوتي. اوكي يقولي ايديكس ليش ما سويت ريفاينري كل اللوغريت. يقولك ايه اسمع 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 اسمعني شوي اسمع اسمعني. اوكي اقدر اصنع ريفاينري انا في البيت حتى ما اضيع وقت وانتظر هنا الوقت كامل. مجرد اسوي لي ريفاينر واسوي اغراضي والاويل ينصهر بدون ما انتظر. فهمت علي؟ او ماي والله ان شاء الله ما انسى اسوي لها كتب المونتاج. ايديكس ايديكس هل تسمعني ايديكس؟ لا كره ام البوتات اللي في الطريق. الا يا ابي الكلب شيل الخياس. نو 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 انا هذه البقعة هذه كلب. انا ليش صنعت البقعة هذه اصلا؟ ايش امها ما في فايدة. بقعة ما لها اي فايدة. اضطر احطها برا البيس وانا راح اروح افرم اصلا. لي فترة طويلة ما فرمت. فرمت صح مسح سووا لي ال ديليت. ها 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 هذه اللعبة هذه اللعبة. شفت البوتات شفت كيف قلبي صار هيك كذا كذا. هذه رشفة صدمة جيني ارتجاج في المخ سقطة قلبية. ام البوتات الكلاب هذا مليت منهم خلاص. شيلوهم شيلوهم من اللعبة خلاص. Привет. Don't come closer or I will kill you. Where are you from, my friend? سرق اللوغريد حقي. سبحان الله يعني كذا اللي يقول لك حبل السارق قصير. صح يا حبل السارق صح؟ المهم صرخني. شوفوا سبحان الله من هنا ركض إلين أنا ما ركض أي اتجاه ثاني. ركض إلين صاحب اللوت سبحان الله. وأنا مخي قال لي أذبحه. شوفوا بس يعني سبحان الله حتى في اللعبة يصير كذا مواقف. أنا راح أتعذب من كثرة الناس اللي عذبتها في اللعبة. راح أتعذب كثير في اللعبة. تسرق اللوغريد حقي وساب الخشب حتى انصهر وانحرق. والله يا اخي كويس اني ذبحته. السؤال هو كم عنده باب؟ ولا باب بابين خشبية او بعدها التي سي على طول. هناك هناي ولا لا كسر الفاونديشن يمكن ما تدمش.
لأنه لما تكسر الفونديشن تكسر حتى التي سي، يعني ما احتاج اصرف 5 مالتوفز بابين و تي سي، كسر الفونديشن على طول وطيح التي سي. اصلا مو مكفولة يعني. اوه 300 سكراب، اوكي راح اعطيه سبب انه يكمل في السيرفر. واو اقوى ناكد في التاريخ هذا. على هذا المنوال نقدر نصنع طال ليفل 3 ونبدا نريد. على هذا المنوال هذا برضو راح يتريد. اجيب مالوتوفات، مشكلة في باب حديد ثاني، كسر هذا بمالوتوف وهذا الثاني بحديد. بس والله يا شباب وش رايكم في التصميم؟ اوه اخيرا هذه يقدر اشيلها حاليا ولا اسحب عليها. اخاف يطلع مكمبر يا اخي. سمبل حرامي، هاك خد ابني بيس فرم عيش حياتك. عرفت انا وعلى المتابعين لان على طول راح بيس وبدا يصفر ويقمز. اوكي ويريد لا يسوي دد واحد منهم، بس يا رب ما يسوي دد يا رب. ادعيت انا دعيت بليز. اخر واحد لا تسوي دد بليز. نو بالله هذا بيس ما في حتى هامر اقدر اشيل نفسي. هذا يقولوا عليه بيس. البيس ترتب هنا موارد، هنا كومبوننت. لما ترتب تشوف كمية اللوت القليل اللي عندك، وهذا وش اسمه. روح تجول لي في الماب، ابي اسمع ريد انا الصراحة. تسوي كاونتر ولا لقيت بيس خشبي راح ادعسه. كم ايه برو، where you going bro؟ اعطينا درس بسيط على رست، اتعلم شوي تعلم. فزي ما اشوف الشباب المزرعة بدأت تنتج، كل شيء تمام الحمد لله. فأنا راح أروح أوفلاين، أتوقع هذه حلوة الحلقة الثانية. يعني سوينا مزرعة، سوينا الطبق الثاني، أجمع التاربس. الحلقة القادمة راح أجمع التاربس، ولا أقولكم أسوي آخر في هنا، آخر واحد هنا. اوكي كل شيء تمام. بكره راح يكون يوم مثمر وحلقه مثمره، وان شاء الله ما يتريد. انا مشكله ما عندي جيرز حتى اسوي. عندي تعال جاي طور ام البيت، طور ام الغرفه كامله حديد. ما ابي اتريد، ما ابي شم رائحة تريد. اوه ما اقدر اقمز هنا. اوه نايس 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 ايديكس، نايس تصميم. المهم جراجين، دور بيس، امان، كهرباء، لمبات، كل شيء الحمد لله. يعني لو عجبكم مقطع سلم لايك واشتراك. اشوفكم ان شاء الله في مقطع اسطوري جديد. كان معكم النوب ايديكس، باي باي. Sick of being the monster, out of my head, under my bed, thinking something.